النهاردة هو ذكرى رحيل الفنانة الجميلة فايزة كمال، واللي رغم عمرها الفني القصير إلا أنها شاركت في أعمال كتيرة جدا وقدمت أدوار مهمة في مسلسلات زي المال والبنون والإمام الشافعي وأم الصابرين، وكمان كان آخر أعمالها مسلسل الإمام الغزالي، ده كان في عام 2012. تحل علينا اليوم 26 من مايو ذكرى وفاة الفنانة القديرة فايزة كمال، التي لقبت بالوجه الملائكي لهدوء ملامحها الجميلة. حتى لو كان رايح السجن يا عاطف، أروح معه السجن، بس قاتل قاتل يا عاطف. وعلى الرغم من أن مشوارها لم يكن طويلاً في السينما المصرية، إلا أنها تركت بصمة كبيرة خلال مسيرتها الفنية. ولدت الراحلة فايزة كمال في دولة الكويت لأبوين مصريين عام 1960، وبعد حرب أكتوبر عام 1973 عادت إلى مصر برفقة والديها وحصلت على بكالوريوس الفنون المسرحية. في السنة الأولى بالمعهد أسند إلى فايزة كمال لاشتراك في مسلسل تاريخي هو العدل والتفاح أمام الفنانة الراحلة مديحة كامل والفنان الراحل عبدالله غيث، وتألقت أمام هؤلاء العمالقة لتكتب بذلك شهادة ميلادها في دنيا الفن. بعد هذا النجاح أصبحت فايزة كمال الحصان الرابح لدى المخرجين، فقد كان يتم طلبها في نوعية الأدوار التي تتطلب تلك المواصفات والملامح التي كانت تتميز بها الفنانة الراحلة، مثل أدوارها في المال والبنون والإمام الشافعي وأم الصابرين وملكة في المنفى وحكايات البنات والإمام الغزالي. استطاعت فايزة كمال أن تقدم العديد من الأدوار المختلفة والمتنوعة، منها أدوار لا يمكن أن تنسى، مثل دور فريال فراويلة في الجزء الأول من مسلسل المال والبنون عام 1993، وهي الإبنة المدللة للحاج سلامة فراويلة التاجر الثري الذي كون ثروته الضخمة من سرقة الأثار. أيوة صح يا ماما، اتفضل قول لها يا أستاذ. جاية تتحمق دلوقتي؟ أنا عايز أسألك سؤال واحد بس، أنت ليه عملت كده؟ ليه تاخدنا من سبع سما لسبع أرض؟ ليه تفضحنا وتدمرنا ليه؟ في مجال السينما شاركت الفنانة فايزة كمال في أفلام جدعان الحلمية، فاطمة بنت المعلمة توحة، وزير في الجبس، الطقم المذهب، وضحية حب. كما قدمت الفنانة فايزة كمال آخر أعمالها وهو المسلسل الإمام الغزالي عام 2012، والذي شاركت في بطولته إلى جانب محمد رياض وميرنا وليد وطارق دسوقي. عانت فايزة كمال من مرض السرطان وأصيبت بسرطان الثدي في البداية وخضعت للعلاج ليداهمها المرض مرة أخرى بعد 6 أعوام من شفائها، لكن هذه المرة كان سرطان الكبد. بعدها ب3 أشهر لفظت أنفاسها الأخيرة في صباح يوم الاثنين 26 من مايو عام 2014 عن عمر ناهز 52 عاماً.